اكيد رح نحكي عن موضوع بيهم اكيد الشباب والصبايا بفترة معينة. يا سلمى، منقول احيانا بنعاني من تساقط الشعر عفوا، وممكن نشوف هذا الشيء على فرشاية الشعر، او يمكن وقت الحمام بنلاحظ تساقط كميات كبيرة من الشعر، وهذا الشيء اللي بيسبب قلق كتير كبير سواء عند النساء او حتى الرجال، ونحن بشكل خاص سلمى. اكيد فرح، لانه دائما المرأة بشكل خاص تعتبر انه الشعر هو اهم شيء بجماله، هو المكمل لجمال السيدة بالعموم. يمكن اللي ما بنعرفه انه 90% من الشعر بينمو مع الوقت، بتتراوح المدة اللازمة لنمو الشعر ما بين 2 لـ6 سنوات، أما نسبة 10% المتبقية فبتكون بتلك الأثناء هي مرحلة طور الراحة أساساً بنمو الشعر، تمتد من 3 شهور وأكثر، بعدها بتساقط الشعر مع انتهاء فترة الراحة. رح نتعرف إيمت بيكون تساقط الشعر هو شيء طبيعي ضمن فترة الراحة، ما هو شيء مرضي، وكل خليني أقول أساليب والمعلومات الطبية عن هذا الموضوع مع ضيفتنا بالاستوديو دكتورة وهبة سليمان، وهي اختصاصية بالأمراض الجلدية. أسعد صباحك دكتورة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا. دكتورة أهلا وسهلا فيك. يعني قبل ما نفوت بالتفاصيل خلينا نعرف من حضرتك إمتى منقول عن تساقط الشعر، وكميات تساقط الشعر هي كميات معقولة مقبولة وطبيعية، وإمتى منقول نحن دخلنا بمرحلة الخطر او نحن لازم نشوف دكتور لحتى نعرف شو هي الاسباب؟ هلا نحن الشعر اكيد بيتساقط بشكل طبيعي ممكن ل50 لـ100 شعرة، امتى بنقول انه عم يتساقط انه بشكل مرضي؟ وقت يتغير هالشيء، في ناس ممكن يهر 10 شعرات باليوم، بعد فتره انه صار يهر 100 200 شعره، فاكيد في شيء، سواء عاده 50 لـ100 شعرة طبيعي انه يهر باليوم. ومثل ما تفضلتوا نحن الشعر له 3 اطوار، في عندنا طور النمو الاناجين، وفي عندنا طور التراجع والراحه. طور النمو هو هذا اللي بيضل ممكن من 3 لـ6 سنين، يعني الشعرة بتضل بتطوال هيك 3 سنين، في ناس 6 سنين، مثلا الشعب الهند وفي بعض الشعوب انه بيطول شعرهم كتير، بعد الـ6 سنين وقتها ممكن تهر وعم يطلع الشعر اللي بطور الراحة، بتهر الشعرة وبيطلع شعر جديد. في شعوب لا، انه او ناس مثلا الشعر بيوصل شعرهم لهون ما بيعود بيطول، هي بقى كله كمان محدد وراثيا. فانه طور النمو حسب كل شخص ممكن يطول شعره لحد معين، ما في يعني دواء انه يعني نحاول انه نطول شعر لمده اطول الا اذا كان في حاله مرضيه. ففي عندنا طبعا كثير اسباب لتساقط الشعر، بنبدأ بالأسباب المرضية، إذا عندنا أمراض غدية، قصور درق، فرط نشاط درق، فقر الدم. هلا كثير عم نشوف حالات بعد الإصابات الكورونا، لأنه أي شدة سواء جراحية أو إنتانية، مرض إنتاني، مرض صار في عندنا تعب للجسم، ممكن انه يهر الشعر. طبعا مو دغري بيهر بعد 2 3 شهور، يعني مو دغري بيصير تساقط، مثل بعد الحمل مثلا نحن ما دغري بيهر الشعر، بالعكس فتره الحمل الشعر بيضل طور النمو فتره كل الحمل، بعدين بقى بعد الولاده الشعر اللي لازم كان يهر وقت الحمل وما هر بيهر، مع الشعر بده يهر بشكل طبيعي، فبنلاحظ انه زياده بالتساقط. بعد العمليات الجراحيه كمان ممكن، اي عمليه، اي دواء التهاب قوي اخذناه كله ممكن انه تعب الجسم، فبصير عندنا هالتساقط الاشعار. والتساقط الاشعار اللي اكثر شيء هو اللي بنشوفه هو عباره عن الصلع الوراثي، الوراثه اللي لها دور كبير سواء عند الاناث او عند الذكور. فهي الوراثه بقى بدنا نعالج حسب، يعني اكيد العلاج ما راح يكون مثل وقت نعرف شو السبب، نقص فيتامين د، نقص مخزون الحديد، ففي علاجات ممكن نحكي عنها هلا. نعم. طيب دكتورة حكيتي معلومة كتير مهمة، إنه في أشخاص كمان بتختلف عندهم تساقط الشعر من حتى الشعوب نفسها، يمكن أكيد بتختلف. اليوم كتير بنسمع بالعيادات التجميلية تحديدا إبر مغذية لتنمية الشعر، لتطويل الشعر، لعدم تساقط الشعر. طيب هل هذا الشيء صحي؟ هل أنا بقدر أخذ؟ هل في فوائد فعلا ممكن الشخص، أنواع معينة من الفيتامينات، أنواع معينة من العلاجات، كل الأشخاص نفس الشيء بهذا الموضوع ولا لا؟ لا أكيد لا. وكل شيء هلا عم ينطرح بالأسواق، المتممات الغذائية يعني ممكن تساوي لنا تأثيرات جانبية كتير وما تفيدنا أصلا بتساقط الشعر إلا إذا عرفنا شو السبب. إلا إذا في عنا فقر دم، عنا نقص فيتامين د، نقص عناصر معينة، هي كلها لازم نساوي تحاليل قبل ما نبدأ، فممكن نعطي العنصر الناقص شوي ويتحسن المريض. اما انه نعطي ابر تنكسر تنحط على الراس، كله هذا يعني كله ما له اساس من الصحه. في عندنا دوايين هن مثبتين انه ممكن يفيدونا بتساقط الاشعار،
خاصة الوراثي، مينوكسيديل موضوعيان هي الاسم العلمي، التركيز 5%، هلا لا 2% عم ينفعوا، الاكثر له تاثيرات كثير لانه هو بالاصل دواء خافض للضغط، فممكن اذا نحط بتركيز اقوى ممكن يساوي لنا دوخه ويصير هبوط ضغط، فكمان لازم تحت اشراف طبي، ممكن طبعه عند النساء وعند الرجال فممكن يحسن كثير. وفي عندنا الدواء اللي بينعطى بالطريق العام هو الفينسترايد اسمه الاسم العلمي، هو طبعا مضاد اندروجيني. هلا البعض بيقول انه كيف بدنا نعطي هرمون مضاد للاندروجين للذكور؟ ممكن نعطيه بتركيز خفيف، هو بينزل بواحد ميليغرام وخمسه، ممكن نعطي واحد ميليغرام عند الذكور، بس كمان كله ادويه لها تاثيرات جانبيه، فيعني ممكن ياثر على كثير شغلات، ممكن مشوه للاجنه، ممكن ياثر على النطاف اذا ما نعطى بتركيز مضبوط، فكثير بدنا ننتبه من هالشغلات. هلا في حديثا يعني لذلك مثل ما نقول بس الدوايين المثبتين من قبل الاف دي اي انه هن ممكن يفيدونا بتساقط الشعر الوراثي. هلا في كثير دراسات حول دور الكافيين، كان عندنا كمان مؤتمر بحلب من اسبوع فحكينا هي دكتورة اللي حابين نعرف عنا بالتفصيل حول هذا الموضوع طبعا عن تساقط الشعر، خبرينا عنا دكتورة بما انه تفضلتي وبلشتي بالموضوع ونحكي عن المخرجات يعني. فيعني هو اهم شيء يعني هلا كل الدراسات انه بدنا شيء امن، يعني طالما ما في شيء مثبت فعاليته بدنا شيء انه ممكن يفيد وما يضرنا، فدرست كثير دراسات لدور الكافيين بس الموضع يعني مو انه نشرب القهوه، لانه اذا بدي اشرب قهوه واخذ التاثير بدل ما احطه موضوع يوم بده يشرب 30 40 فنجان ليعطينا التاثير طبعا ما بيصير هالشيء، فندرس الكافيين كشامبو بتركيز معين بينحط على فروه الراس، بينحط دقيقتين كل يوم لمده 6 شهور، فعطى نتائج بتعادل تقريبا نتائج المينوكسيديل، وطبعا هو دواء ما له تاثير جانبي، وبالاضافه انه ممكن نشاركه مع المينوكسيديل لانه هو بينفذ عبر الاجهزه الشعريه، نحن كثير مواد انه بتنحط على الراس هي ما راح تنفذ، ما راح تفوت على الاجهزه الشعريه وما راح تفيدنا سواء انه على الشعر او فات ثاني، ففي دراسات كثير انه ممكن يساعدنا وهو دواء ما له تاثير جانبي، ف وممكن نشاركه لنا مع المينوكسيديل مع شغلات تانية ممكن تحسن حتى قوام الشعر ويحسن من طور النمو. نعم. طيب دكتورة خلينا نحكي اليوم عن الأسباب اللي هي مثل ما قلنا وراثية، يعني كمان بنشوف كتير مشاكل بنيجي لنحلها بنقوم نصير مشكلة تانية، مثلا مزبوط. الشيب عند الأشخاص بياخدوا أدوية معينة أو شيء بيقوم بيصير في عندهم تساقط شعر وفي بعض منا وراثية، وهل تختلف هاي الأمور بين الذكور والنساء؟ أول شيء الشيب يعني ما بنعتبره مرض هو بس وما له علاج بنفس الوقت، فيعني كل شيء أنه عم يقولوا على الشيب أنه في علاجات أكيد ما في. بالنسبة لنا الأسباب اللي حكينا عنها، بس هلأ أكتر شيء ممكن نحكي كتير على الشغلات اللي عم نستعملها للشعر هلأ من الكيراتين وبروتين وبوتوكس شعري، يعني كله دعايات وبلازما للشعر هلأ بلازما لا هي مثبتة علميا ممكن تفيد إذا نساوت بالطريقة المضبوطة وما لها تأثير جانبي، لأنه عم ناخد من دم المريض عم نسفل الدم وبعدين عم يتاخذ صفيحات تنضاف مواد تكثف الصفيحات تنحقن مرة بالشهر، فكتير ممكن أنه تساعدنا البلازما هي أحد طرق العلاج. بننتبه كتير أنه اللي عم يصير هلأ بعد تطبيق الوصلات تبع الشعر، فيعني كتير بنلاقي محل الوصلة صار حاصة ندبية، متى ما صار في عنا تندب ما عاد في أجربة شعرية فما في أمل بقى تتحسن، فلذلك ننتبه هالشغلات. الصبايا اللي بيشدوا شعرهم كتير خاصة إلا زي الحصان بيربطوا شعراتهم، الأدوية اللي بتطبق كتير هلأ بالمدارس، هلأ في إصابات قمر رأس بس لحنا ما بصير نطبق شامبو بشكل وقائي، هلأ بالمدارس بيبعتوا لهم عالجوا أولادكم دائما حطوا لهم هالشامبو، هاي الشامبوات كلها فيها مواد، فلا لحنا نحاول الوقاية دائما نقص الشعر منشان العدوى تكون أقل، صارت العدوى منعالجها بوقتها، يعني ما إنه نحط شامبو وقائي ممكن يأثر على الشعر. نحكي أهم شيء نحن قلنا الصلع الوراثي، بدنا نحكي عند الذكور وعند الإناث، هو موجود عند الاثنين، بس النساء لحسن الحظ ما بيروح الشعر على الأخير، بس بيصير تخلخل طبعا بالأشعار. الذكور بتبدأ الحاصة الأندروجينية بنقلها أو الصلع الذكوري بتبدأ بالنياشير وبعدين عند قمة الرأس وبتتوسع، بيضل عندهم شعر بس فوق الأذنين الصدغين وبعدين ممكن يخفوا، والوراثة لها دور كبير. وقلنا يعني متى ما كان الوراثة العلاج أكيد صعب، بس ممكن نستعمل الأدوية اللي حكيناها المينوكسيديل بروسترايد حقن البلازما، وبالمراحل المتقدمة زرع الشعر كتير بيفيدنا إذا كان عندنا كمية بالشعر منيحة بمنطقة الصدغين فوق الإذن،
فممكن ناخذ الطعوم الصغيره وتنحط بيساوي لنا زرع شعر. اما الاناث الزرع ما كثير بنحبه لانه مثل ما قلنا ما رح تفضى منطقه بالكامل، بصير عندنا تخلخل بالاشعار، الشعره بتصير رقيقه، فلحنا قدر الامكان نحسنهم وقت، يعني نحسن العلاج مبكرا، نحاول انه الاشعار اللي ما راحت بنوب وقت عم نساوي حقن بلازما او نعرف اذا في عناصر منخفضه انه نعالج سواء في فقر دم او امراض ثانيه، ونعطي نقوي بصله هالشعر بالمواد اللي حكينا عنها وجلسات البلازما. عند النساء دائما خط الشعر عادة بيضل موجود، انه بيضل في عنا شعر قدام بس في عنا تخلخل بالاشعار، الشعرة بتصير رقيقة شوي شوي، بعدين شوي شوي بدها تروح البصلة، فنحن اهم شيء نعالج بمرحلة باكرة حتى قدر الامكان نلحق انه الشعرة ما تهر وتروح البصلة بشكل كامل. اكيد كل الشكر لك دكتورة ولكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا كثير لاستضافتكم. شكرا لك دكتورة.